حسين حسن حسين، لعيب كرة معتزل. بدأت حياتي الكروية سنة 64 أيام كابتن صالح سليم ورفعت الفناجيلي ومصطفى عبد الغالي، وقعدنا نلعب كرة حوالي 25 سنة، حققنا بطولات. جالي عملية الاحتراف بس الكابتن صالح سليم منعني من الاحتراف، عشان انا كنت واخد يعني سكسيه حلو جدا 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 في مصر، داخل مصر. بعد الاعتزال الاضواء كلها ايه؟ اتسحبت من تحت رجل الواحد. انا اسمي احمد، عندي 54 سنه، انا عندي محل كبير قوي بتاع ببدل، وعندي عيال، واحد دكتور صيدلي، واحد مذيع، واحد لسه في كروز التجاره، بسافر بره وبخرج معاهم واتفسح معاهم، بروح معاهم اي حته يقولوا لي عليها بقول لهم حاضر يا بابا. مكسب فلوس جامده داخله، ببيع وبشتري. انا واحد مثلا محتاج بروح اتبع عجلين ثلاثه وافرق لهم لله وكل لله. انا احمد سعودي في ثالثه كليه علم اداب علم نفس، وانا بحب علم النفس جدا عامه. هي يمكن مش كليه من كليات القمه، بس انا حابب الكليه دي. طبعا خدت اعتراضات كتير من ابويا ومن امي، لان انا كنت جايب مجموعه عاليه في الثانويه، وفي الاخر اخترت كليه مش لاقي مقام. لما بسافر اصيف بروح الساحل الشمالي، عندنا مكان هناك لينا يعني بتاعنا احنا. لما بحب اروح يعني مش شرط ان انا اروح مع اهلي، بروح انا لوحدي مثلا مع اصحابي. فرحان جدا ان انا ابويا يعني موجود جنبي، وضهري يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يديله الصحه. ليا صاحب دايما بيعزني جدا، هو دايما عارفه انت مميز جدا بالنسبه لي، وقت ما بطلب منه حاجه ما بيتاخرش عليا. انا ناصر عوض، ممثل بشتغل بره، اشتغلت مع ناس كتير كبيره طبعا وفنانين كبار جدا في النمسا والسويد واستراليا، عملت تراجيدي وعملت كوميدي وبحب الاكشن على فكره. الفلوس اللي انا باخدها هناك بره زي محمد رمضان، الفلوس اللي بياخدها محمد رمضان هنا في مصر باخدها هنا في بره، وللاسف هنا في مصر يعني مش مشهورين زي ما احنا مشهورين بره. هاي صدقتوهم؟ انا اسفني اقول لكم ان كل اللي انتوا سمعتوه ده كان مجرد كذب، لكن كذب ابيض والله. قالوا الناس لما طلبت منهم ان هم يخترعوا كذبه يمثلوا فيها ان هم عايشين واقع احسن من اللي هم عايشين فيه، او حلم كان هم نفسهم يحققوه ما قدروش. واليكم الحقيقه كامله. انا مش في ثالثه كليه زي ما الناس متوقعه، انا لسه في ثالثه ثانوي. حصلت مشاكل عندنا في البيت خلتني ما ادخلش الامتحانات. انا وابويا يعني ابويا ربنا يديله الصحه عامه متفاهم مع اخواتي كلهم الا انا. يعني انا مش معترض جدا على حاجه زي كده، لان انا شايف ان هو شخصيته كويسه، بس هو اللي انا عايز اعرفه ان هو مش كويس معايا. انا بصيف في الساحل، بس احنا ما عندناش مكان هناك، دايما لما بنروح بنروح على اننا زوار مش اكتر، مش صحاب ملك. بالنسبه للصحاب انا لحد دلوقتي ما اعترفتش بواحد على انه صاحبي. انا حاسس فعلا ان انا اتظلمت من ناحيه اهلي، مفيش حد بيتولد وهو مختار اهله، بس عامه الواحد بيحمد ربنا على كل حال وبيشوف نفسه دايما احسن من حال ناس كتير. مقاتل حسين حسن حسين مصطفى، كنت من اول الناس اللي نزلت الميه الساعه 2 يوم 6 اكتوبر، وخرجت معاش سنه 82. اتجهت للاعمال الحره بعد كده، كدبت لعيب الكوره. اي انسان عايز حياه سهله، لعيب الكوره بمجرد ما بيحط رجله في الكوره بيشوط بيعمل جاب جون اتشهر، اتعمل له بروباجندا كبيره. بس هو الانسان عايز كده، مش عايز اكتر من كده، انا كان نفسي كده. انا سمسار بتاع بدل، يعني بدخل زباين وباخد يعني عموله. انا راجل ارزاق على الله، يوم بيوم جبت ما جبتش راضي بحكم ربنا. تعبان رجلي وجعاني، عندي دوالي وعندي رباط صليبي، ما بقدرش اقف كتير، ولو وقفت كتير بتعب. لسه ما عنديش عيال، لسه ربنا وبتمشى بتعشم في ربنا سبحان الله وتعالى، نديني اي عيل اتبسط. Thank you.
الحقيقة أنا اسمي ناصر عوض عز الدين، اسم الشهرة في الوسط الفني بكار، شغال خدمات إنتاجية، بشتغل أفلام ومسلسلات، بعمل أدوار يعني عسكري بسيط. لما أكون داخل مسلسل أو فيلم بعمل دور مثلا صغير، أعمل دور بواب، أعمل دور عسكري بجانب الخدمات الإنتاجية في المسلسل أو الفيلم. والله أنا بحب التمثيل جدا جدا جدا، بيجي معايا بالصدفة. نفسي أبقى ممثل مشهور، نفسي أبقى ممثل مشهور وأعمل أدوار كويسة تعجب الناس وبتاع.